بحبك انت يا اما بلاش ما استغناش عنك. بيشغلوني كتير حسادك بيشغلوني ويحيلوني وكل مناهم لو نسوني، انما ابدا ده انت حياتي وضيع عيوني، وما فيش حب بيلمس قلبي غيرك انت، ولا في حد بيشغل عمري بعدك انت، ما استغناش عنك بالدنيا، ما استغناش انا في الحب يا حبك انت، بلاش ما استغناش عنك. شو حلوة، يعني نبدأ هيك قبل ما نحكي بهيدا الموسيقى وهذا الصوت الجميل، فراشات الشهباء تحت هذا العنوان، جسدت شخصية حياة طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة على كرسي، استطاعت بفضل إصرارها وإرادتها أن تنمي موهبتها وتثبت للجميع انها مبدعه في الغناء. وعن جد انت مبدعه بالغناء. لنحكي عن هالدور بالعرض، يعني كان دور بعرض معنا هلا روده ابو عابد يلي اجت من حلب. اهلا وسهلا فيكي، الحمد لله على السلامه وكل عام وانت بخير. اول شيء صباح الخير عليكم، صباح الورد، صباح الياسمين، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله عيد اضحى مبارك على الجميع. وانت بخير يا رود، وميت السلامة مثل ما بيقولوا. أهلا وسهلا فيك. يعني خلال الفترة الماضية شاركتي بأكثر من نشاط، كان منهم دور تمثيلي اللي أديتيه بالمسرحية، خلينا نحكي عن هاي التجربة. هلأ أنا شاركت بأوبريت مسرحية في فراشات الشهباء، اسم العمل فراشات الشهباء. هذا العمل كان بنقابة الفنانين بحلب، إخراج الأستاذ فادي سعيد. أخذت دور البطولة عن طفلة اسمها حياة، جسدت شخصية طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، الطفلة المعاقة على جسد على كرسي. انا حبيت اول شيء انا كنت ماني موافقه اول شيء، انه هيك دائما بنشوف هالشيء صعب، بعدين قلت انه ممكن هذا الشيء دائما يفيد الاولاد انه بده يشوفوني ويعطي رسالة، يعطي طاقة إيجابية أول شيء، وثاني شيء أنا بدي أوصل فكرة إنه ما نتنمر على الأشخاص اللي عندهم إعاقة جسدية، ممكن يكون عندهم عقل، إنه بيسوى كتير أشخاص ممكن عندهم مواهب كتير. الطفل أنا أخذت دور طفلة هي عندها موهبة الغناء والعزف. انا ما كنت اول شيء انه عم بنمي موهبتي، ساعدتني رفيقتي دائما، هي كانت تعطيني الدعم لحتى دائما انه انا اتشجع. كنت اول شيء احس انه انا غريبه عن العالم، بعدين هي قالت لي انت لا مالك غريبه، انت دائما تعملي انت بعقلك بدك تشتغلي، ما دخل انه انت اذا عندك اعاقه جسديه. وكمان حضر طفل من ذوي الاحتياجات، هو كمان طفل معاق على كرسي، حسيته كثير حب العمل وتاثر فيه، وانا كثير حبيت انه اوصله هالفكره اللي انا حاسه فيها. فدائما لازم نوصل فكرة انه دائما الاشخاص عم بتنمروا على الاشخاص اللي معهم اعاقة، لازم دائما نحن ندعمهم للاشخاص اللي معهم اعاقة، ما نتنمر عليهم ونساعدهم. اكيد يعني عم يمرق علينا لقطات من العمل، ويمكن مثل ما ذكرتي انه دائما الانسان مو بس حتى على ذوي الاحتياجات الخاصه ما يتنمر على اي حدا، اي حدا بالعالم. وهيدا الرساله يمكن اديتيها من خلال هذا العرض المسرحي. خلينا نسمع شيء من يلي انت محضرتي. شمس غيبي
صوت ويسلم هتم يا رود. يعني مثل ما حكينا كان عندك مشاركات كثيره، حكينا عن المسرحيه، خلينا نحكي كمان عن الجائزه اللي اخذتيها على الغناء الاولى على الوطن العربي، نحكي اكثر كمان عن هي الجائزه. هلا انا شاركت عده مشاركات، اول شيء شاركت بالبرلمان الدولي بالغناء والعزف عن السلام وعن الامان. اخذت سفيره الطفوله في البرلمان الدولي، وايضا شاركت في الرياده، حصلت على جائزه الرياده على مستوى القطر لسنتين متتاليتين بالعزف على آلة الكمان وبالغناء. انا كثير بحب دائما انه اشارك اعمل هيك، بحس انه دائما هدول المشاركات بضلوا عندي مثل سي في بحياتي وانا كثير بفتخر فيها. نحن اكيد بنفتخر فيها. سلمى، يعني شو رايك هيك؟ يعني نحن حابين نضلي اكثر ولكن خلص الوقت، حابين نسمع هيك. لا لسه بدنا نسمع، لسه كمان بدنا نسمع، بدنا نسمع شيء منك اكيد، شيء اخير منك بالختام، تفضلي. نسمع شيء، يمكن كنتي محضره شيء وطني؟ اي هلا بس بدي اشرح شوي الانشوده اللي اغنيه. اي تفضلي. حابه اغني اغنيه للفنانه الراحله نجمه سوريا فاتن حناوي. الاسم الاغنيه حبيبتي سوريا، الحان الاستاذ وكلمات شاكر بريخان. بدي اقدم هي الاغنيه لقائد الوطن بشار الاسد والسيده الاولى اسماء الاسد. سلمت لي يا موطن الإبان.
حبيبتي 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 سوريا، سلمتي لي يا مهد الكبريائي، سلمتي لي يا موطن الإباء، سلمتي لي هبية حصينة قوية على العدا عصية. حبيبتي 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 سوريا. يسلم هالصوت. يعني رود، نحن بدنا نحاول قدر الامكان حتى قبل ما نختم هيك بغنية من صوتك، يمكن محضرة كمان موطني، فمشان ما نضيع الوقت بالحكي كتير رح نختم وبعدين نسمع منك موطني. اكيد اكيد سلمى، حلقتنا لليوم كانت جدا هيك خفيفة الظلوة، جميلة، ان شاء الله يكونوا مشاهدينا استمتعوا فيها. بدنا نتمنى لكم بقية نهار جميل يحمل كل الحب. خفت موجة الحر، ولكن خلينا نلتزم ببيوتنا يعني قدر المستطاع. يمكن ما شفنا عجقة بالطريق، يمكن ايضا حاولنا نختصر المعايدات عبر التلفون. ان شاء الله يا رب بينعاد عليكم بالصحه والخير والسعاده والوفره الماديه والانفراج القريب. وبدي اتشكر سلمى. شكرا لك سالي، يعطيك العافيه، وكل عام وانتم بخير لكم عن جديد مشاهدينا. دائما المحبه هي الاساس، محبتنا الحقيقيه بتظهر بهذا الوقت باني انا ابعد عنك لحتى خليك بامان وحافظ عليك. لكل يلي عم بيتابعنا ان شاء الله بقيه نهار كله صحه وعافيه. اكيد لا تنسوا تشوفوا الاعاده مساء وتراسلونا، ورح نختم مع اجمل طبعا اغنيه وهي موطني، اللي دائما بتضل سوريا هي الموطن الاحلى، وتضل بخير وبصحه وقويه دائما. تفضلي رود.